ماكسيما موتورس. مع العرض بيكس 50 لموبيليس استفيدوا من 60 دقيقة نحو موبيليس أو 10 دقائق نحو كل الشبكات. عرض صالح 24 ساعة. بيكس هو العرض اللي يولمكم. موبيليس أينما كنتم. هذا البرنامج برعاية موبيليس. مشاهدينا سعد الله وأوقاتكم، أهلا وسهلا بكم، مرحبا أنتم على المباشر من قناة نوميديا وبرنامج الهضرة مونديال. إذن مشاهدينا، اليوم اختتمنا موعد أو بالدور ثم نهائي من كأس العالم ب 2018 بروسيا من هنا في أرض القياصرة والدبابة. اليوم سنتكلم حول حوصلة عامة لهذا الدور كيف كان مع المحللين أيضا، وضيفنا اليوم اللي يكون رئيس تحريرنا أيضا في قسم رياضة بالخديم. نبدأ دائما مع ناصر بوش، أهلا وسهلا بك. السلام عليكم رياض، رفيق كريم، ربما حتى ولو ما ناش فريمون دون نو زيسبري باسكو رياض لا ميم شوز، نقدموا تعازينا ان لله وانا اليه راجعون لعبد زغواني اللي فقدناه، والكره نقولوا للعائله تاع الاعلام والرياضه بصفه عامه فقدنا اخ ان لله وانا صديق ومحب للمهنه. شنو نقولوا مع ذا سوتو العائله تاعو كومباتي، كيما هو عنده عائله صغيره اللي هي العائله زغواني، وايضا العائله الكبيره تاعو تاع الصحافه، ايضا كل صحفيين يحبوه، يعني صحفي رياضي بقسم الرياضه اللي هي القناه الثالثه، عبدو معروف بعبدو عبد الرزاق زغواني. اذا نتمنوا من الله عز وجل انه يتغمده برحمته الواسعه وانه يسكنه فسيح جناته الواسعه. انسان محب للرياضه، محب لعالم الصحافة، ترك اسمه نظيفا وترك الجميع يحبه، ليس كذلك؟ هاي اللي تيوم ني سبور، نعم، صدير كل الرياضات مش نعم. غير أكيد، يعني اليوم فقدنا يعني أخ وصديق وزميل، لله ما أعطى لله ما أخذ. يعني كانت فجأة كبيرة اليوم صباح اليوم كي سمعنا كنا برحيل عبد الصواني، هذا الصحفي يعني اللي ما كنتش أنا نتلقى به بزاف، ولكن ما ماركي يعني اللي تي تري جونتي، يعني محترف جدا، يحب المهنة تاعو، يحب الرياضة، يحب الرياضيين خاصة الشباب، اللي تي توجور لا سيرتو اللي تكلم عليه، لا توجور لا، يعني ديسبونيبل، يعطيك نصائح، يتكلم معك بكل بساطة، كي تشوفو ما تقولش هذا صحفي يعني مستحيل ما تحبوش، ربع قدر على الأقل، على الأقل في المهنة إلى بوكو ساكن فيها بوكو دوني، يعني وكأنه يعني شمعة أضاءت الساحة الإعلامية والرياضية وانطفأت فجأة. ربي صبرنا كامل أجمعين إحنا والعائلة تاعو، إن الله هنا لا رجعون. نشوفوا أنه رياض بالخديم اللي كان زميل معه في القناة الثالثة شان ترواه، يعني ما قدروش، ربما كلنا نحسوا بهذا الأسى والألم، لكن أنت راك كان صديق مقرب لك رياض. ميرسي كريم، فريمون لي مو مي مانك باسكو mes premières années de carrière, je les ai commencées avec Abdou. J'ai commencé ma carrière à la radio, à la chaîne 3, quand je suis arrivé. Quand je suis arrivé, Abdou était déjà là. Comme je le disais tout à l'heure, à la radio, il faisait partie des meubles. Si je devais le définir, je crois que ce serait le Che Guevara de la presse. Oui, c'est quelqu'un qui a été très longtemps, voire même toute sa carrière, je le disais tout à l'heure à l'Afrique, pigiste, c'est-à-dire qu'il n'aimait pas avoir de fil à la patte, qu'il n'aimait pas dépendre d'un média ou d'un patron. La radio était une passion, c'était une voix comme les autres. D'ailleurs, quand on dit Abdou Serouani est parti, même ceux qui ne le connaissent pas vraiment, ou même ceux qui n'aiment pas le foot, ou même les femmes connaissent ce nom, parce qu'il est tantôt à Batna, tantôt à Sétif. Oui. Tour d'Algérie, cyclisme. Tantôt à l'Alma. Même les matchs qu'il y a un peu partout. Oui, c'est sûr. Non. Si on est en Algérie. Ce que je garde de lui, c'est un homme au grand cœur, c'est un grand enfant. Même s'il était né en 59, c'est quelqu'un qui m'est toujours plaisanté, c'était quelqu'un qui avait la bonne parole. Jamais je ne l'ai entendu dire du mal de quelqu'un.
depuis que je le connais. J'ai appris sa mort, je n'arrive pas à le dire, ce matin. Et jusqu'à maintenant, je n'arrive pas à le croire. J'ai l'impression que c'est une partie de la radio, c'est une légende de la radio qui est partie. Voilà. Une légende, c'est certain. لكن حال سنة الحياة وسنة الله في خلقه. ندعو له بالخير ولكن لازم حتى الأسرة الإعلامية حتى السلطات هدفنا عمره في الصحافة في الإعلام في كل الرياضات التي تدير يخلى عائلة مراه جو بونس يعني أقل شيء نقدموه نضمن مع كلنا حتى كسلطات يعني هذا إلى سيرفي لالجيري أترافير لا راديو إلى سيرفي لالجيري إلى ديفوندو لي زاتليت باكي ما نقدروش نخلوا حنا اللي مراه العائلة تاعو حتى هؤلاء الرياضيين اللي كان يدافع عليهم دائما ويوقف معاهم لازم لو مينيموم نعطوا له هذا الشيء رد الجميل للعائلة تاعهم نعم إن شاء الله يا ربي يرحمه تتكلم عنه سيرته العابقة والعطرة أيضا مشاهدينا كان هذا بخصوص هذا الفقيد لي اليوم انطفى الشمعه كما قال رفيق واحدنا il faisait exactement la même chose que toi c'est-à-dire qu'il présentait l'émission Coupe du monde à la radio le soir il est sorti il a dîné il est sorti de la maison et il n'est jamais arrivé à la radio pour faire son émission يعني كان ذهب حتى لاكمال مهمته يعني كان رايح للراديو طاح في تيلي مسكين ربي يرحمه ان لله وان اليه راجعون اذا احنا ما نحبوش نبداو بامور هكا حزينه لكن لازم تكون وقفه خاصه لما يكون يعني شخص يستحق التقدير والتحيه on va la lui dédier cette émission on va faire notre métier comme il l'a toujours fait. Absolument. نكملوها في بلاصه وكان اليوم راح يقدم حصه ونديروها كانه احنا درناها في بلاصه هذا واش نقدروا نديروه حتى الان ان شاء الله. difficile en Karim c'est difficile. Allez enchaîne. ان شاء الله. c'est difficile. elle sera dédiée pour Abdou. نعم. اذا مشاهدينا نبدا على بركه الله حصه اليوم يعني بعد انتهائنا من الدور 16 لكاس العالم 2018 بروسيا مثل ما كنت اقول شارع فيديو حاول ان يلخص لنا ما ميز هذا الدور لأنه شفنا أنه النجوم ذابت وذاب جليدها وكانت النجم الوحيد هو الفريق في كتلة واحدة يحاول شاهر عبيدي أن يلخص لنا أبرز هذه الأفكار في هذا التقرير أقول مغامرة المنتخبات في المونديال انطلقت فيها القافلة ب 32 منتخبا توالت المواجهات والمحطات ليصبح العدد في منتصف الطريق 16 منتخبا وما إن شارف السباق على نهايته حتى صار نصف العدد 8 منتخبات فقط كان لها النفس الطويل والرغبة الجامحة لمقارعة الكبار في منطق كرة القدم تحمل عادة المنتخبات المتأهلة إلى الأدوار المتقدمة صفة المنتخبات الكبيرة بغض النظر عن تاريخها مشوارها وحتى طريقة بلوغها هذه المرحلة ولأنه لم يعد ضمن صفحات القاموس الكروي مصطلح الصغير والكبير حاول البعض إلصاق مونديال الصغار بهذه البطولة لتواجد أصحاب الأرض والجمهور بالإضافة إلى منتخبات السويد كرواتيا وبلجيكا في دور ثمن النهائي لكن توالي السقوط المدوي للمنتخبات التي كان الرهان عليها كبيرا كبر اسمها وعراقة تاريخها أسقط هذه النظرية في الماء ما دامت هناك فرق أخرى لم تستسلم في صورة البرازيل إنجلترا والديك الفرنسية مونديال أرض القياصرة كان مجالا للمتعة الكروية حتى وإن كانت غائبة في بعض الفترات إلا أن دروسه الكروية كسرت الحواجز التقليدية للساحرة المستديرة مونديال فرض فيها الفكر الحديث منطقة وتفوقت فيه الشجاعة والكرة الجماعية على النجومية مهما بلغت عينان السماء ومهما تضاعفت أسفارها في بورصة اللاعبين إذن كان هذا مونديال روسيا الذي كان مليئا بالمفاجآت إذن هذا الدور 16 أيضا لم يخلو من المفاجآت إذن بخروج فرق كبيرة إذن نبدأ مباشرة مع نصر بويش إذن لو أردنا أن نضع يعني صورة عامة وعنوان عام لهذا الدور كيف يكون؟ نظن أنه الأهم كما كان في التقرير أنه اليوم نشوفه أنه اللعب الجماعي هو اللي راح يتفوق ويعطي اكثر حدود للمنتخبات اللي باقيه كي غاستون ليس باش يروحوا لو بلو لوان بوسيبل
سي فري كو بيتيت انا نقولوا ان النجوم اللي خرجوا مشاو كيما على راسهم ميسي وكريستيانو رونالدو نظن انه عالميا اليوم عالميا ابار كريستيانو رونالدو انا ليا ميسي ونيمار تقريبا كل لاعبين في العالم يتسام نعم سي دير برسك لو ميم نيفو صادير لو جور جي برك كيفاش يكون في اللقاء اسكو يكون اون فورم يكون نعم. في فورما كبيره اسكو يعني يقدر يدير لا ديفيرونس دائمين يعني لكن ابرز النجوم هما هاد الثلاثه هذا واحد قاعد على قيد الحياه ومازالوا مع منتخب البرازيل اللي هو نيمار زوج مشاو لكن شيء ربما اللي يجعل توازن ولا تكافؤ في بعض المنتخبات ولا تقريبا كل المنتخبات هو هذا لو جو كوليكتيف وما كاش دي جوار بلو فور كو دوت جو بونس سي برسك لو ميم نيفو نعم رفيق اليوم نتكلموا حول فريقك المفضل ايضا الارجنتين في هذا الدور اللي غادر امام فرنسا بطريقه هو اصلا لم يقنع في الدور الاول يعني تاهل بشبه معجزه من مساعده ايضا من فريق النيجيري اللي لم يكن في يوم في تلك المباراه الارجنتين سان باولي معادله غير مفهومه في هذا الدور أكيد حتى إنه الأرجنتين لم يقنع في الدور الأول لكن هذا ما يعنيش إنه نقوله يستحق الإقصاء لأنه كأس العالم هي فرجة ومتعة ومفاجآت وكثيرا ما أعطتنا في الطبعات السابقة منتخبات تتوج بالكأس تصل للدور النهائي ولم تكن مرشحة أصلا منتخبات لم تكن في الحسبان ووجدناها في نهائيات كأس العالم في أدوار متقدمة هذه حلاوة كأس العالم الأمثلة كثيرة وكثيرة جدا أذكر فقط منتخب إيطاليا الذي تأهل على حساب منتخب الكاميرون يعني بثلاث تعادلات وتوج بالكأس منتخب ألمانيا خسر مع المنتخب الجزائري في المباراة الأولى يعني وشفنا الماتش هذاك وراح لا فينال بوكو يعني اشياء فيها مفاجآت اليوم كنت نتوقع في الدور الاول ولو ان الارجنتين ما كان يعني سيء ربما في النسخه هذه تاع كاس العالم الا انه في لا بريستاسيون تاع ليكيب دو فرانس يعني واش سبق المونديال كنت نتوقع انه على الاقل في الدور يعني خروج المغرب تكون فيها رده فعل اربع اهداف كانت كثيره وكثيره جدا لكن ولو سجلت ثلاثه ايضا سجلت ثلاثه ولو كان زاد با كان ساميت ولا كانوا قادرين يولوا في المباراه ما ليكسبيريونس كانت قادره تلعب دور ولو اني من جانب التقني هناك مدرب هنا قدامنا جبريفر الشيخ ناصر اللي يهضر انه نعم. كان عنده عده اوراق رابحه خلاها في بنك الاحتياط يساس ني با نورمال لا هذا المنتخب هذا الارجنتيني عاش هذا الدوره هذه بازمه يفولو دير ازمه نظن ازمه تاع الفيستير سورتو لانه سان باولي ما قدرش يتحكم في اللاعبين ربما كاين ميسي والاخرين ما فيش مجموعه ميسي وكنا تكلمنا في بدايه الحصان انه ما كانش فيها ما كانش فيه توازن ما كانش فيه اللعب الجماعي سورتو ليسبري كوليكتيف فريق الارجنتيني ما كانش عنده ولما تشوف لاعبين مثل ديبالا ايغوان كوناغويرو اللي ما يبداوش اللقاءات وربما يلعبوا بعض الدقائق برك نظن كان انه فيه كان ازمه اي لو كورون ني باسي با كيما نقولوا بين سان باولي واللاعبين هذا ادى الى مردود سيء يفو لو دير سيء حنا شفنا الفريق الارجنتيني كان يقدر ينهار ضد الفريق الفرنسي حتى ولو كنا نظنوا انه يقود يقدر يعود في الثواني الاخيره تاع اللقاء لكن لما تشوف لو كونتينيو تاع لو ماتش فرنسا كانت تقدر تفوز باربعه وخمسه وست اهداف بكل سهوله. نعم هو اصلا ايضا المونديال يعني استثنائي على الاقل نقول من الناحيه ولو ان المستوى كان شويه ضعيف بارابور الطبعات السابقه لكنه اعتقد انه مونديال الارقام الجديده والارقام القياسيه سواء ايجابيه او سيئه عندنا كريستيانو رونالدو وميسي لم يسجلا ابدا في مشوارهما في ادوار في ادوار يعني خروج المغلوب عندك افريقيا لاول مره لن ليس لها مكان في الدور الثاني 82 مينا الكولومبي اول مدافع سجل ثلاث اهداف في دوره واحده عندك بالراس اكيد عندك الفار اللي تم يعني استحداثه اليوم في نهائيات كاس العالم واثار جدل كبير ضربات الترجيح فاقت 18 والرقم القديم اللي معنا فايتا يعني 26 ولا 27 28 البرازيل اصبح احسن خط هجوم ب 228 هدف في تاريخ كاس العالم في تاريخ هذه الدوره بارابول للطبعات السابقه المانيا ثالث منتخب على التوالي حملقه بيخرج من الدور الاول ارقام كثيره وكثيره الحضري يعني
يعني أكبر, أكبر حارس مرمى في تاريخ المونديال. السعودية تعادل يتفوق الحضاري فريد موندراغون على كولومبي ستين غارديا. السعودية يعني تعادل رقم الجزائر ثلاث انتصارات في كأس العالم, يعني كلها أرقام هذه لطبعة كأس العالم لربما مصر تخرج دون نقطة. وي يعني سجل خسارة كبيرة, ولكنها هدف تاريخي لمصر. يعني آخر هدف تاعهم كان تاع مجدي عبد الغادي والهدف الوحيد وكاتر فانديس. وأول أول 0-0 في الدور الأول في كأس العالم دنمارك وفرنسا. دنمارك وفرنسا هي أرقام الجولة الثالثة, أرقام كثيرة غطات على تراجع مستوى بعض عديد من المباريات في كأس العالم. لا رفيق, تقنيا نظن أضعف ربما في هذه النسخ الأخيرة هذه أضعف دورة سو لو بلون تكنيك سورتو. أظن أنه غلب عليها الحساب أكثر. لا الإحصائيات, الحسابات, البيزنس, تطور كرة القدم, تساوي ربما تقارب المستوى تغلب على هذيك كيفاش نقولوا المتعة كرة القدم. رياض مازال ما تكلمش, راه نتكلمك حول المنتخب الإسباني أيضا. يعني برغم أنه 1029 تمريرة يخسر أمام فريق يعني كان فارق كبير حتى في نسبة الاستحواذ اللي كانت 75 مقابل 25. ربما كرة القدم تعطينا خارطة جديدة, يعني جغرافيا جديدة. روسيا التي لم تكن يعني حاضرة لكن حضرت بالنتيجة في آخر المطاف, كرة القدم اختارت يعني مكانها, يعني اللي أين تنظر. Je vais aller dans le sens de Nasser. D'abord, je vais donner ma première impression. Ce mondial m'ennuie un peu. Je n'ai pas vraiment vibré. La seule chose qui a vraiment marqué ce mondial russe, c'est la vidéo. Je pense que c'est la star de cette Coupe du Monde. Et quand je vois ces quarts de finale, je vois... Bon, l'Italie n'y est même pas. Elle n'a même pas eu la chance d'aller en Coupe du Monde. C'est déjà... une étoile qui manque dans cette Coupe du Monde parce que l'Italie qui manque au décor, parce que un mondial sans l'Italie c'est pas une Coupe du Monde, c'est très différent. Et puis l'Espagne, tu parlais de l'Espagne, moi ça me déstabilise dans mes convictions. J'ai toujours aimé ce, parce que on dit est-ce que la Roja joue plus façon Barça ou façon Real, même s'il y a eu beaucoup d'entraîneurs du Real en Espagne, on joue plutôt façon Barça. C'est des passes courtes, rapides. J'ai entendu un journaliste, je crois que tu en avais parlé il y a quelques jours, un journaliste de la TVE qui a dit on ne gagne pas un match, on ne gagne pas une Coupe du Monde en étant le champion du monde des passes. Il faut arriver à la mettre au fond. Et pourtant, j'aime bien ce jeu léché où on mystifie l'adversaire, où on lui cache le ballon. Non, ça l'est finalement le fait car les kin a donné un montage à faire car fait qu'il y a ni tout que fait le qu'un fait ou qu'il m'a dit que l'arbre à sa femme se casse à sa femme. Ça arrive dans tous les sports. Elle va le confirmer. Il y a eu une époque où l'Algérie se vantait de faire la 3-3, la défense avancée. Où il était en Mohamed Darwaz, Aziz Darwaz. Et puis cette technique a été étudiée, scannée par les Allemands, par les Scandinaves, et maintenant elle sert absolument à rien. Donc finalement, même la façon de jouer du Barça et de la Masia et puis de l'Espagne, eh ben finalement elle ne marche plus. Et ce qui me déçoit, moi par exemple, c'est des équipes comme la Russie ou la Suède en quart de finale, avec tout le respect que j'ai pour ces nations. Bon, pour la Russie, tout à l'heure, on parlait de foot business. Bon, ça aide que le pays organisateur soit encore dans le tournoi. C'est la fête en Russie. Poutine doit être très, très, très heureux que son mondial soit une grande réussite. La Croatie, je suis content qu'elle soit passée, même au pénalty, parce que c'est une des plus belles équipes de... C'est la révélation de ce tournoi. Avec la Belgique. Avec la Belgique. Alors, mais on attendait plus les Belges que les Croates. En fait, les trois équipes... Oui, mais il y a une logique. Il y a l'Uruguay, il y a la Belgique, et il y a la Croatie. La Croatie, ce sont les trois équipes qui ont gagné leurs trois matchs au premier tour. C'est logique qu'elles soient, pour moi, parmi les favoris. D'ailleurs, pour moi, le plus beau quart de finale, c'est Belgique-Brésil. Et le plus beau Brésil, c'est l'affiche. Voilà. C'est le plus beau Brésil que j'ai vu, c'est le Brésil face à. Tu as Uruguay et France en مقابلة يعني قوية. Non, mais c'est sûr. Donc pour résumer, je me suis ennuyé et j'espère qu'à partir des quarts de finale, on verra
دي فوتبول. هو كان هو كان في ثمن نهائي مستوى احسن من دور المجموعات. نشوفوا الان يعني نذكروا اولا بالمباريات وكيف انتهت في مباريات الدور 16. عندنا فرنسا فازت على الارجنتين ب 4-3، الاوروغواي ب 2-1 امام البرتغال، كان ذلك يوم السبت 30 جوان. يوم الاحد 1 جويلية 2018 اسبانيا وروسيا تعادلتا، ولكن ضربات الترجيح فصلت لصالح روسيا ب 4-3. كرواتيا ودنمارك ايضا بالتعادل الايجابي هدف مقابل هدف، وتأهلت كرواتيا بفارق هدف 1-3-2 في ضربات الترجيح، وكان لسوبازيتش وأيضا شمايكل كان دور كبير في هذه المقابلة. 2-2 جويليا البرازيل فازت بثنائية وعبرت على حساب المكسيك، وبلجيكا على حساب اليابان في الثانية الأخيرة بفضل هدف ناصر شادلي 3-2. 3 جويليا السويد تفوز على سويسرا بشق الأنفس لو أنه كانت الأحسن ب1-0. أما المباراة الأخيرة كانت بين كولومبيا وإنجلترا، التعادل الإيجابي حسمته ضربات الحظ لأول مرة في التاريخ لصالح إنجلترا. كان هذا بخصوص النتائج. رحوا الآن مشاهدينا شوفوا التشكيلة المثالية للدور 16 أو دور ثمن النهائي. إذن مع الإخراج إذا يمكن تعطوه ناصر بويش يعطينا التشكيلة المثالية. باكو ناصر بويش باسكو مو سي جي دي كومونتير. نعم باسكو سي كوم لو كلاسمون فيفا. لا فيفا مو جو جوج با فريمون سو. تفضل انا كان عندي التشكيلة تاعي. عندك تشكيلة لا فيفا وعندي التشكيلة تاعي انت سير ما عندك. وي فازي تو بو كومونسي. نعم بيان سور. بون في حراسة المرمى شمايكل نظن انه سي فري بتات كان تولوا. انا في ما كانوا ندير راكين فياف لانه هو اللي اهل المنتخب الروسي ضد اسبانيا. بون لاكسالت لاعب ممتاز اوروغواي نظن انه سي لو بون شوا. ستونس كيف كيف. ماغوير انجليزي كيف كيف نشوفوا المحور الانجليزي. فرنانديز اللاعب هذا عنده حكايه هذا يعني ايستوار سو جوور. هذا لاعب نو مي مانك با تياغو سيلفا بور توا اون ديفونس heureusement ما جفي دوني تاع لور جفي دوني مون ايكيب سا سي ليكيب دو لا فيفا لا فيفا. نعم مي سكيا واش حبيت نقول فرنانديز هذا الى بتيت ايستوار عنده حكايه شويه. هذا لاعب برازيلي اصل يلعب دوبوي 6 سنوات في البطوله الروسيه جنسوه ناتوراليزي ما يتكلمش روسيه يعني تشيرتشيسوف قال لهم ما يتكلمش روسيه لكن يفهم كره القدم مش تعرف انا الفوتبول يتلعب بعيد عنك هذه لغه موحده يونيفرسال. كوتيبوف اللاعب الروسي على الجهه في السيرجا ولا ميليو تيران. كونتي بوغبا كونتي مقبول جدا. نعم كونتي سي لو ميور ريكوبيراتور في العالم في العالم. نعم لازم يكون حاضر. نيمار سي لوجيك باسكو il a fait 100 non mais alors attends attends tu passes un cran. Pogba d'abord. Non بوغبا عنده تعليق. عنده تعليق حول بوغبا. انا ما با ترو كونفيكتو اليوم نسيبو هنايا. عندي احسن. نعم عندي ربما طوريرا لعب خلي تكلموا خلي تكلموا على هذه ما تكلموا على تاعك. كافاني ستافي لوجيك ربما ماتادور كيما نقولوا احسن ربما نو مي لي زاكاليفي احسن مهاجم لديه بنية جسدية. الى بيت سا بيرسون لا كاليفيكاسيون مي الى كاليفي لي روغوي الى كاليفي سون بيي. الى ايتي بريزون دوبوي بروميي ماتش حتى لا بليسيور تاعو. Il était présent. Il a la blessure au mollet. D'ailleurs, le PSG est très inquiet d'ailleurs. Ouais, c'est sûr, c'est certain. Mbappé, la révélation un peu sur ce dernier match contre l'Argentine. حتى وصلت المقارنات ببيلي يعني. لو أنه فيها مبالغة كبيرة من الصحافة الفرنسية. Non, mais attends, Karim, la comparaison, elle est juste sur l'âge, sur le record, pas sur le talent. Heureusement. Heureusement, ça serait grave. Sinon, il devient le lab. Pelé. سينو يزعف علينا يزعف يجي لهنا يقول من بعد نيمار جوبونس كو دار احسن لقاء تاعو ضد المكسيك كان تخي حتى ولا كان رجل مقابله وكان سقط 14 مره في اللقاء هذاك لكن لوكا مودريتش ما كانش لوكا مودريتش انا دوك حبيت نمد مو جوري مي مودريتش راكيتيتش دون سيت ايكيب معليش انا نعطيك حتى الخطه ماشي نفسها حتى الخطه ماشي نفسها نعم لانه هنا ربما تفهم انه كان فيه تالق المدافعين. هذا الفريق تاعي ايغور اكينفيا بحارس مرمى روسيا اللي قام عدة تصديات 9 كرات جبد مع انا قلت لكم بعد تحب انت وتشوا ويحب وتشوا معليش اي دو بينالتي اغيتي سي ديجا ادروات تقدر اليوم معليش راك الجهه اليوم راك تتخيل فيها معليش انا تفضل انا على بالي الفريق تاعي اللي كاين نعم سي كون امي كو دي جوور ديكيب كاليفيي alors que j'ai trouvé des joueurs à leur poste c'est logique non mais j'ai trouvé des joueurs moi j'ai trouvé des joueurs à leur poste ils sont pas qualifiés
لازم تشوف شتغل مرزوكان اللي دار كيما هو شعبان مرزوكان ما شفتش مازال ما شفتش طالع هابط لي طاك كذا تسمع به شعبان مرزوكان انا كيقول مرزوكان تحوس من البلاد على بالي البلاد الجزائري مرزوكان راه الجزائري يلعب على التاريخ مرزوكان وليد لوساندي يلعب في مولوديه غران جوار ماشي غران جوار انا ليا احسن ظهير لاتيرال بدات شويه كاين شويه كيما هو دوكا دانيال فاس صح هو خدم دانيال فاس معليش تياغو سيلفا ربما اللي راه عادين الى مستوى نحيوه بالمناسبه شباب المسقط نحيوه سي سي نحيوه هو على بالو بلي دونو بارنوز اسبري نحيوه با سوسي تياغو سيلفا اللي كان في المستوى عالي جو كرو كيل اتان سون سا ميور فورم الى با جوي كوم سا او بي جي نوبلي با كيل ايتي با سور لا ليست il était incertain il a mais en plus il a récupéré son brassard de capitaine à la balle il n'était pas capitaine discuté exactement il récupère son brassard c'est un signe aussi tu bac bon et tu sais un peu ça c'est une marque de confiance du coach c'est vrai qu'il est très il est très très pieux très croyant et c'est le guide spirituel de toute l'équipe je cherchais le truc c'est le guide spirituel ومن بعد انا مدافع لي دوبي البريمي ماتش من اللقاء الاول السويد سي غرانك فيست 33 سنه قائد الفريق مسجل تري سورا فرق الترجي حطهم في الشباك نخليك تكملها بعد الفاصل الاعلاني ثم نعاودوا نرجعوا تفكروا ممكن غرانك فيست لاخر اللعب مشاهدينا بعد الفاصل الاعلاني نرجعوا للتكلم والحديث حول هذا الدور 16 مع العرض بيكس ميا لموبيليس استفيدوا من مكالمات غير محدودة نحو موبيليس وبزيادة 10 دقائق مهدات نحو كل الشبكات عرض صالح 24 ساعة بيكس هو العرض اللي يولمكم موبيليس أينما كنتم محمد ولدي زيد هذه هذا الكاسك كيما فرحتني غاد ان شاء الله غادي نديك نفرحك كيما نظاري قولي نزوجك بعد تساني يضرب لوطو ولا الزواج صابوي كو خلاونا بيات نعمرو ليسونس يا ولدي راه فيها البلان صلاح الوهر يا ولدي هذا البلان يدينا الوهر ويجي من حتى للجزائر عمر خطره وما تعاودش هيا قلع الوهر قلع سبحان الله سبحان الله خطره جايه نجو كانوا كيكونوا مخصوصين نجو عندك ان شاء الله يونداي اكسنت اربي عمرها خضره وما تعاودش سيما موتورز ديستريبيتور اكسكلوزيف دو يونداي و دو لوزين تي ام سي ان الجيري حشم روحك قلت لك غالي عليك هذيك بكري هذيك على بالك اللوطو خشينه وعاديه وهمه والصومه معقوله عندك الصح مازال صغير على الزواج الله
الخطا معها هي على شانك. Sima Motors, distributeur exclusif de Hyundai et de l'usine TMC en Algérie. عروض سيما موتورز متواصلة طيلة فصل الصيف. لا هيونداي جراند إيديس بوات مانويل توت أوبسيون راهي بمليون و 488 ألف و 800 دينار. مع تسليم فوري في حدود الكمية المتوفرة. وابويا عبك بلي دخلتلي في المنام، نمت واحد المنام وار هو دراني تحت فطري كمل لي المنام تاعك. هيا صح اي افضلنا صاحبي تحشم فيها ولا كيفاه؟ يا ابويا هي ولا لا هي هي اللي كنت نوم فيها. شوف ولدي مع هونداي اي 30 الحلم يتحقق. بويا الموتو سبورت وش دا سبور مع اي 30 العقلية تبدلت. يس قلع هونداي اي 30 سبور العقلية تبدلت. Sima Motors, distributeur exclusif de Hyundai et de l'usine TMC en Algérie. Tarfidat Sima Motors, متواصلة طيلة فصل الصيف. طيلة فصل الصيف. La Hyundai Santa Fe راهي ب 5 ملايين و 187 ألف دينار. 5 ملايين و 187 ألف دينار. ما تضيعوش الوقت فالكمية محدودة. سيما موتورز الموزع الحصري لهيونداي ومصنع تي ام سي في الجزائر. مع العرض بيكس 500 لموبيليس استفيدوا من مكالمات غير محدودة نحو موبيليس 500 دينار نحو كل الشبكات و500 ميجا انترنت. عرض صالح 7 أيام. بيكس هو العرض اللي يولمكم. موبيليس أينما كنتم. إذن أهلا بكم مشاهدينا من جديد. إذن نتكلم توقفنا عند نقطة مهمة وهو التشكيلة المثالية تاع نصر بويش. عندك صنافي جرانك فيست عندك ضيفة جديدة ترحب بها. نعم قبل ذلك دائما ننساها ما فهمتش على إكرام إكرام كيف تنساك الموت. احنا 200 هنا لا ونرجعون شوية. نرحب بإكرام كيف شكرا كريم نرحب بكم. يوم شوية ستريس ريسبونسابل تاعي إكرام يا بات ستريس كاش 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 نقولوا باللي النجوم ما كانش كاينه مجموعه وهذه هي المجموعه مجموعه اني سي كوم دون الفوت سي سي لي غان يا با دانديفيديواليتي سي سا بلوس سي كون قدامك ريسبونسابل حمر الوجه امام الملعب. انا نروحوا ناصر جراند فيست فخ حبس جراند فيست 33 سنه قائد فريق السويد دائما في المستوى منذ اللقاء الاول حتى لي 8ام هادو. ومن بعد كاين لاعب ربما اللي ما كانش اساسي من بعد دخل فوق في دوزيام ماتش ولا في ثروزيام ماتش دوزيام ماتش بونس مع جرانك فيست نورمال حسب ما اتذكر كان حطم رقم قياسي في منتخب بلاده الذي سجل ربما ضربتي جزاء في دوره واحده هذيك. نعم. تكلمنا عليها في الماضي بونشو الماضي القاصر هذا فكرتها فقط معليش ديغو لاكسات اللاعب هذا اللي ما كانش اساسي تاع لوروغواي. نعم. يلعب على الرواق الايسر 25 سنه مستوى عالي انورم انورم سي سا سي جو سي مو كي فو دير انورم سور اون اكسيون il fallait que je cherche un peu non مستوى عالي parce qu'il y a le talent il y a le talent il y a la préparation physique parce qu'ils sont il est affûté affûté ça veut dire qu'il arrive en coupe du monde avec la forme optimale et il y a cette envie l'envie que le coach a donné sur un ballon où il s'est battu lors des huitièmes de finale. D'un ballon qui était par terre, il met la tête. Il met la tête, il prend la faute. Ouais. J'ai trouvé ça un guerrier. Du courage, de l'abnégation, du sacrifice, en plus de son talent intrinsèque. C'est uruguayen, ça. C'est... Ouais. Après, nous avons le Maïdan, Lucas Torreira, l'âme Sampdoria de Jean Uruguay. Toro. Là, il y a la récupération, un travail énorme. من بعد قدامه كي ايتي لو بلو ريغولي ديبي الديبي حتى لهاد اللقاء الاخير ضد الارجنتين غولو كونتي تري ريغولي جوست ديفون ايفان راكيتيتش ضد الدنمارك اللي ربما
لي انا من احسن اللقاءات اللي دارهم مع كرواتيا. ما تقريباليش لا جو فازي معليش جي با بري جي بري كوم سا سكو جي فيو سي ابا كومون جو جو كيف بزاف يشتركوا في نفس الاراء لانه اللاعب لما يكون متالق متالق ان فات ان فات بو ريزومي دون سيت ايكيب دو كرواسي سي مودريتش ني با 100% سي لا فورس سي مودريتش ني با 100% راكيتيتش ايكيليب سي لي دو بومون دو سيت ايكيب سي سا سي سا اي فون سا شاك فوا ابري ابري سي زوج تشكيل اساسي با سي زيتي ان فورم سي زيتي ان فورم تو لي دو اي سري با لي او بيناتي اي زوري غاني الماتش لي 90 مينوت بون ابري. En plus, qu'est-ce qu'il y a, Ivan Rakitic, c'est-à-dire la récupération du ballon et, la et après, exactement. C'est lui qui active un peu tout ce système. Le déclencheur. C'est le déclencheur. De exactement. La dans notre jeu, ça c'est important. ربما في العالم اليوم ما كاش لاعبين مثل هذا سادي دون لا ريكوبيراسيون كي تكون عنده يكون عنده البالون يتروف دي سوليوسيون يسدد المرمى مثل لا احسن من بوسكاس لانه سور لو بلان فونسيف راكيتيتش اقوى بكثير لكن البناء دائما مهم من بعد اون بوينت سي كافاني كافاني اللي قلت لك من اللقاء الاول حتى هو اللي اهل اليوروغواي كونتر اللقاء الاخير امام البرتغال امام البرتغال دون الهدف الاول شفناه باي طريقه الهدف الثاني امبارابل امبابي اللي ربما احسن لاعب فرنسي في هذه الدوره لا بريمير بارتي تاع كاس العالم هذه نظن ان امبابي في لقاء ضد الارجنتين الشيء الوحيد والجديد في هذا كاس العالم هذه في هذا هو انه كره القدم اليوم هي قوه صادير لا بريزونس فيزيك اي لا فيتيس شفنا كانه كي كان ياكسيليري كان دوك يجري مع اليمينيم روخو ولا تو لي زاكونتي فاز Fazio. Il a planté 4 joueurs. 4 joueurs. 4 joueurs pour aller mais, non, regarde, ce que je voulais dire, que c'est vrai qu'il a révolutionné un peu le football. Mbappé, surtout sur ce match-là, il a révolutionné le football parce qu'aujourd'hui, le football, c'est la vitesse. Non. C'est la force et la vitesse. Il de Balik. Surtout dans les 30, 30 derniers mètres. On le compare. On le compare. Là, Mbappé, Kane, Neymar, Obama, Kane, Hassan. Ou cette tchkila, bimoudarib. اللي واسمو أوسكار تاباريز تاباريز نعم مدرب فريق اليوروغواي اللي دار عمل كبير وين الأرجنتين وين ريمون غوتالز غاني لا تشامبيونز ليغ إل أفي ريمون غوتالز إل أفي 80 إل أفي 80 ريمون لا سيونس ريمون لا سيونس إل أفي 80 زون دونك لاج نعرف 71 سنة الشيء الهام هو أنه هذا هو الاستقرار في منتخب اليوروغواي اللي وصلهم لهذا المستوى هذا يلعب بربعة أربعة اثنين أون لوزونج تشوف كيفاش لما يلعب بهذه الطريقة يفورس لي زيكيب رياض اللي فورس أ جوي سور لي كوتي نعم افيك سو سيستيم لوزونج إل لي روبوس بوركوا أ شاك فوا كيل لي روبوس سور لي كوتي أو إي دواف سونتخي سي نورمال بور تروفي لا بروفوندور ولا تروفي ل إي كوم إيل أ أون دي ميور شارنيير أو موند qui gagne tous les duels aériens ou dans les interventions, Godin, Jiménez, c'est un cadeau, c'est une aubaine pour cette défense. Je pense que tout est bien où il est. Non. Tabarez. كانت هذه التشكيله المثاليه باختصار فقط رياض لانه داهمنا الوقت juste un mot il y a deux joueurs qui vont se disputer tout dépend qui va aller le plus loin il y a deux joueurs qui vont se disputer le titre de meilleur joueur de la Coupe du monde je pense que c'est Mbappé et Neymar. Non. Neymar est encore là. On parlait tout à l'heure de deux joueurs qui ont déçu, les grands joueurs, les non. plus grands joueurs de ce monde. Il y en a trois. Cristiano et Messi. Moi, je pense que ce mondial, c'est un peu la fin de ces deux grands non. joueurs parce que c'est peut-être la fin d'un cycle. Je demande à voir Messi la saison prochaine. Déjà, Cristiano va goûter à la castagne italienne parce qu'il paraît qu'on lui offre 120 millions d'euros du côté de la Juventus. 100 millions. 100 à 120 millions, c'est ce que dit la presse italienne. qui reste en vie qui est là Nasa. les plus jeunes عندنا احصائيات المونديال خلوا رفيق وحيد يقرا لنا هذه الاحصائيات اعطينا المخرج من فضلك احصائيات المونديال تفضل رفيق نبداو مع اول منتخب تفضل منتخب روسيا نعم منتخب روسيا ضد اسبانيا اصبح الروسي فلاديمير غرانات اللاعب الذي لعب اكبر عدد من الدقائق في مباراه كاس العالم دون ان يقدم اي تمريره ناجحه
وذلك منذ عام 1966. رقم كبير. سان فلوب هذا. نعم. هو سان فلوب. يعني ليك اليوم الكرة عندك اسمع هاك الكرة حتى الكرة تبدلت. نعم. الكرة تبدلت كانت بيضاء بالأسود أصبحت بالأحمر تبع الألوان. بداية المونديال شاك كيب كانت تجيب البالون تاعها يعني. كاين 75 دقيقة مشاركة 11 لمس للكرة 5 تمريرات 0 تمريرات ناجحة يعني 75 دقيقة ولا فرق نعم أكثر من هذا ما بغيتش ندير أبي كان اف ماجيسكي منتخب إنجلترا المنتخب الإنجليزي اللي فوالا اليوم نجح في ضربة الترجيح قلت لك البارح دير لي إحصائيات درت لك إحصائيات عندي الحق ولا ما عندي عندك الحق نعطيك إحصائيات معليش تفضل تفضل حوسك الإحصائيات باردون قصة الإنجليز مخيبة مع ضربة الترجيح في مونديال 1990 بإيطاليا في مونديال المونديال 90 بإيطاليا نصف نهائي أمام ألمانيا في تورينو بريمي يسجل ويعدل لاينيكات ضربة الترجيح يضيع بيرس وليس ستيوارت بيرس بيرس وودل ضيعوا كريس وودل كريس وودل أعطيني الميموار تاعك الله يبارك ما شاء الله مونديال 90 لو بلو بريزيليان دي جوار دي جوار أونجلي لاعب ممتاز لاعب مارسيليا خلوه يكمل حتى مونديال 98 بفرنسا مونديال 98 بفرنسا إقصاء المنتخب الانجليزي في ثمن النهائي امام الارجنتين داروا 2-2 وخسروا 4-3 هذه ما جبتها لكش مونديال 2006 بالمانيا السويد وانجلترا كانوا في نفس المجموعه فوالا تاهلوا كيف كيف السويد والمجموعه كانوا في نفس المجموعه تاهلوا كيف كيف لكن اقصي المنتخب انجلترا في ربع النهائي امام البرتغال داروا 0-0 وخسروا ضربة ترجيح 3-1 اوكي كانت هذه قصه الانجليز مع ضربة الجزاء مع ضربة الجزاء ولكن في الاورو اون 96 بانجلترا ربع نهائي كانت اهل لا سول فوا كانت اهل بضربات ترجيح لي كارد دي فينال امام اسبانيا كومبارازا باسكو اسبانيا عمرها ما فازت على منتخب بلد منظم ربحوا في ربع نهائي في بينالتي 4-2 داروا 0-0 في الماتش ولكن في نصف النهائي كومبارازا راحوا دي تيرو بوت امام المانيا داروا 1-1 في الماتش وخسروا 6-5 اورو 2004 في البرتغال إقصاء إنجلترا بضربة ترجيح في ربع النهائي أمام البرتغال 6-5 في الماتش داروا دو بيت بارتو أورو غاسكون فوالا غاسكون ظن أنا ساوث جيت هو اللي ضيع ضربة الجزاء إلى الذاكرة تاعي فوالا أورو 2012 في لابولون الأوكرانيين فوالا كان تأهل تأهلت إيطاليا في ربع النهائي على حساب إنجلترا بضربة ترجيح 4-2 داروا في الماتش 0-0 جيست بور دوني إن إنفو فو سافي كومون موتيف لونترينور أنجلي سي جوار Ben, il leur montre des films des GIs américains, comment ils s'entraînent, etc. C'est pour, oui. Pour leur donner cette... Sur la bataille d'Algérie. Non, non, mais c'est véridique. Même Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Voilà, les films sur les marines américains. Pas mal de fois, oui. Montechab Ingiltera. Nous allons rejoindre les Montechab Ingiltera, le premier fois dans l'histoire de Montechab Ingiltera, a été le premier but de l'attaque de la chute de Jordan. بيكفورد أول حارس مرمى في إنجلترا يصد ضربة جزاء في إحدى البطولات الكبرى منذ دافيد سيمان في عام 98 ضد الأرجنتين. أرسنال. جونرز. اللي ماركا له نعيم من يعني من السونتر يعني في نهاية كوب اليوفا مع ساراغوسا بونس. صح. نعيم. نعيم فوالا. ساراغوسا. ساراغوسا 2-1. سي صح؟ نعم. أول مرة 94 هكذا 15 أوكي أول مرة في تاريخ المنتخب الإنجليزي يفوز فيها بفضل ضربات الترجيح بعدما فشل في 4 مرات سابقة وهذا اللي تكلمنا عليه اليوم بالمونديال ونعطي الأرقام هاري كين أصبح أول لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل 3 ضربات جزاء في دورة واحدة منذ ريستو ستويكوف مع منتخب بلغاريا عام 94 2 ضد البنما وواحدة ضد المباراة الأخيرة نعم سي ريستو سي مستوى عالي منتخب كولومبيا صح منتخب كولومبيا ياري مينا اللي ما كانش في التشكيله ياري مينا اللي ما كانش في التشكيله المثاليه هو اللاعب الوحيد الذي سجل 3 أهداف بالراس في دوره واحده لكاس العالم منذ الالماني كلوزو عام 2000 2006 ولا 2002 2002 مش 2006 كلوزو لا 2000 2006 2006 2006 في الستاف التكنيك سي لانترينور ديال اتاكونس هو يتكلموا في دوره واحده على دوره واحده هو اوليفر بيروف كي نعم بيروف جو كي لي ديريكتور تكنيك لي ماناجر منتخب كلوزو لي كونترينور شارجي منتخب السويد في القرن 21 المنتخب تواجد في تواجد النجم زلاتان ابراهيموفيتش 2002 اقصاء في الدور الاول كي كان زلاتان
في الدور الثمانيائي باردون 2002 اقصاء في الدور الثمانيائي تاع المونديال 2006 اقصاء في الدور الثمانيائي للمونديال 2010 لم يتاهل اصلا 2014 لم يتاهل اصلا المنتخب دون النجم زلاتان ابراهيموفيتش 2018 في ربع النهائي فوالا يعني كي كان هو يعني ما كاش غياب حررهم لا هذا باش نقول لك اليوم سي بلوس ان جروب ان كوليكتيف ك وهذا هي زاويه الانطلاق اللي اخترناها اليوم مع الارجنتين نعم في غياب زلاتان اليوم اون 2018 اللي هي دي 24 بعد 24 سنه 94 اللي خلي ديمي فينال وخسروا راحوا للثالثه بلاس كونت لا بلغاري 4-0 لا لي كونسلتون بور اون شين كي دي مال ا نو كونكورونسي كمل رفيق منتخب سويسرا لم يسجل اي هدف في مرحله خروج المغرب منذ 26 جوان 1954 امام النمسا وهذه الدوره اللي كانت جرات في سويسرا فوالا 54 يعني من 54 ما سجلش هدف وهذا الخطا كبير سجلوا حتى هدف في ادوار اقصائيه ادوار اقصائيه في ادوار اقصائيه خسروا في ادوار خروج المغلوب نعم منتخب البرازيل هدف واحد ما كانش يعني رقم كبير في 2010 كان عندهم خرجوا بدون تسجيل اي هدف في 2010 سويسرا خرجت بدون تسجيل اي هدف كاين دايرين ريكورد هذه دخلوا وخرجوا بدون اي هدف منتخب البرازيل سيريساو لم يتلقى سوى خمس تسديدات على المرمى في اربع مقابلات يعني اسكو قوة دفاعية كبيرة هنا اسكو هي المنظومة تاع منتخب كامل باش قلت لك الأداء ديجا وي لما يكون عندك ميروندا عندك تياغو سيلفا حتى ولو عندك مارسيلو وعندك أدروات بداو بدانيلو من بعد كاين فاغنر اي ميم سولي كي رامبلاسي مارسيلو فاغنر لويس فيليبي لويس فيليبي لويس إلا فان سوبر أنتخي فيليبي لويس حتى نظن أنه حتى وسط الميدان كازيميرو وبولينو غيلعبوا بولينو كازيميرو سسبوندو هذا المنتخب الكبير اللي شارك في كل طبعات كأس العالم رانا في الطبعة الـ 21 حتى كي داروها يعني في 1938 جو بونس في فرنسا راحوا وحدهم فرنسا تي لا سيدي كيب امريكان اللي راحت لفرنسا داروا طومبولا ناسيونال في البرازيل حتى يروحوا لايطاليا يعني اليوم شعبي تنافس كره هذا سي لو ريكورد سي لا ميور ديفونس دو لا لا سي با لا ميور ديفونس ولا هذا الدوره طلعت عندهم اربع جاهم اربع تسديدات الناس ما لحقتش اللي زيكي ما لحقوش اللي عندهم هذا مثل انه منظومه دفاعيه متكامله سواء من وسط الميدان حتى الدفاع ويعني ما خلاش المباراه وين وصل ابري اربع سنين تلقى سبع اهداف المانيا في ارضه اون ديمي فينال عامين من بعد يدوا لي جوز اولمبيك بنيمار واليوم شوفوا انهم لحقين مي سي سي 7 à 1 qui a poussé le Brésil à travailler دار ثوره في الاخر révolutionné ça des esprits parce que crois-moi le 7 à 1 il est pas passé hein au Brésil c'est pas passé 7 à 1 سي قلنا خمس تسديدات في على المرمى في اربع مباريات وهو اقل عدد بين جميع المنتخبات نيمار اكثر لاعب خلال هذا المونديال يتعرض للاخطاء نعم سيتي انت ديتي جروبي 22 22 خطا ضد نيمار نعم دور نروح للمنتخب المكسيكي في هذه النقطه بالذات قضى 14 دقيقه على الارض ساقط لا 14 دقيقه 14 دقيقه نعم لا في اللقاء الاخير لا في ككل 14 اللقاء الاخير حتى ما قال رقم الديناصور في تضييع الوقت سيتي 17 مينوت لو دو لا فينال جو بونس اوف اون ا بلوس اغريسي نيمار كو زوف هان فوالا زوف في لاف زوف في لاف Il a agressé non, Zoff, les adversaires avec le ballon. Zoff, pour les plus jeunes, il faut savoir que c'est à cause de Zoff qu'on a changé les règles et qu'on ne peut pas rendre le ballon au gardien à la main. Parce que Zoff, on lui rendait... Non, c'est pas Zoff. Mais Zoff, il a perdu combien de minutes en Coupe du Monde 92 17 minutes. C'est 17 minutes. Il roulait à chaque fois sur le ballon. إعادة الكرة للحارس نعم. من 90 على جنب منتخب بس حط من رقم قياسي في إعادة الكرة نحو الحارس. هذه هي. دينوزوف أردوهون. Je pense dès le 6 secondes هذوك باش تعترض هذا. 17 minutes. نعم. هذه هي. وصل رفيق الوقت اللي يهمنا رفيق. منتخب المكسيك. رافائيل ماركيز 39 ans 139 jours. أصبح اللاعب الأكثر سنا يشارك في المراحل الإقصائية في من كأس العالم يعني في خروج المغلوب بعد الإنجليزي ستانلي ماتويز 39 و 145 جور يعني بيناتهم 6 جور يعني 6 جور في مونديال وكان ذلك في مونديال 54 يعني الانجلي ستانلي كان في 54 ضد الاوروغواي ملي كانت الامور بالاسود ولا الابيض ستانلي ماتيوز نعم تفضل كمل 54 هذه في عده ارقام المكسيك اقصيت للمره السادسه على التوالي في دور ثمن النهائي نعم
ماليديكسيون صح نعم لعنة واليوم برك سي فو بيرميتي اليوم لو ريكورد تاع يعني اليوم عندنا في 64 ماتش افيك طون دي زيكيب 64 ماتش لو ريكورد تاع احسن يعني هجوم تاع دوره نهائيه عدد الاهداف المسجله بلجيك لا ماشي بلجيك الدوره شحال تسجل فيها كعندنا 198 كانت 98 ل 2014 سجلوا 171 هدف هذا هو الريكور اليوم رانا داخلين ليكار خاصنا 25 هدف على هذا الريكور 25 هدف رانا رانا عندنا 146 هدف 146 هدف بمعدل 3.6 هدف في كل مباراة يقدر هذا الرقم تاع 171 يتحطم احنا نقولوا باللي دورة ما فيهاش كرة القدم ما فيهاش كرة القدم بس سامبيت سي كوا لو بلو بو بوت بور فو ديبي لو ديبي دو لا كونو سي فو فو ديفا ان شوازير كان سول اي داش سي جو اون دو شوازير كولاروف كولاروف مو جو جو بروندري سولوي دو كوتينو لو بروميير بوت كونتر لا سويس لا جو بونس تاع دي ماريا نو تاع اليوروغواي كافاني كافاني الهدف الثاني انا قلت رونالدو رياض ناتشو رياض ناتشو رياض الان نروحوا الى كرونو الاخبار اذا وصلنا الى كرونو الاخبار مجموعه من الاخبار او يضحك رياض مجموعه من الاخبار انتقاها لنا هذه المره شارع بيدي والبداية بأخبار المنتخب الكولومبي أين تسببت خسارة لوس كافيتيريوس أمام إنجلترا في موجة غضب عارمة لدى مشجعيه خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي أين ندد الكثير بالوجه الشاحب الذي ظهر به منتخب بلادهم وذكرت جريدة الشرق الأوسط أن رسائل تهديد بالقتل استهدفت كلا من ماتيوس أوريبي وكارلوس باكا دون غيرهما وهما اللاعبان اللذان تسببا بطريقة غير مباشرة في إقصاء كولومبيا بعد تضييعهما لضربتي جزاء إلى المنتخب المصري أين يخضع الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدا إلى تحقيقات رسمية من قبل هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات بوزارة الشباب والرياضة وبحسب صحيفة العربية الجديد فإن التحقيق جاء على خلفية المشاركة المخيبة لمنتخب الفراعنة خلال نهائيات كأس العالم كشف نجم المنتخب الأرجنتيني السابق خوان بابلو سورين في حديث خاص به قناة روسيا اليوم عن أسباب الخروج المبكر لمنتخب التانغو من الدور 16 لنهائيات كأس العالم وقال سورين أن منتخب الأرجنتين لم يكن لديه الوقت الكافي للتحضير للمونديال بالإضافة لافتقادهم للانضباط ونختم بإصابة المهاجم إيدينسون كافاني الذي يتجه نحو الغياب عن مباراة منتخب بلاده المقبلة أمام نظيره الفرنسي بعد تعرضه لإصابة على مستوى الساق اليمنى وعلق موقع ماكسي فوت الفرنسي عن غياب كافاني لا يوجد أي معجزة لكافاني ما يعني أن إصابته تحتاج لعدة أيام من أجل العودة مجددا إلى منتخب بلاده تعليق صغير فقط رفيق حول التهديدات اللي تلقاها باكا واللاعبين اللي ضيعوا ضربة ترجيح يعني كولومبيا هي كولومبيا وفيها العادة أكيد ساتوندي أسا يعني عباك الفريق اللي منتخب ولا في دقيقة 90 في الوقت بدل ضايع وشاف روحه متأهل اكيد انه الغضب الجماهيري حيكون كبير على هاد اللاعبين سي بو سيتيزون شفتو جو دي جوار سو بريسون والعدوى تاع التهديدات يعني ما ولاتش يعني بقات على جال المنتخب الكولومبي نعم يقدروا يحميهم في الوقت الحالي راه ماشي الامور كما كانت سارس كوميم un pays hyper violent mais il faut pas trop caricaturer c'est pour je connais beaucoup d'amis qui sont partis en Colombie c'est un pays magnifique où on aime vivre d'ailleurs on a beaucoup critiqué les tabloïds anglais qui ont titré des titres assez racistes pour caricaturer la Colombie juste avant le match hein. Mathis Cobar Riyad قتلوا Escobar non juste pour dire que on caricature un peu la Colombie non le football c'est autre chose là-bas voilà non mais je veux dire pas une religion je veux dire c'est pas une religion c'est un peu il faut chercher quand on dit Colombie on pense à quoi automatiquement non
Je vous le donne en mille, il y a un tableau. Kane, l'attaquant, Go Kane comme cocaïne. Voilà. Ah, d'accord, c'est pour faire une mauvaise allusion à un pays de... Voilà, et c'est de très mauvais goût. معلومة لا أدري يعني الفلاريجي قالوها لي خاص المخرج ومروان اللي هو متابع جدا يعني مصور تاعنا متابع جدا الرياضة عندك تاع مارادونا اللي قال إنه سأدرب المنتخب الأرجنتين بالمجان لا قال عندك معهم ولا لا قال مارادونا تكلم على حاجة أخرى معليش تكلم حول هذه نصر يقولون بالمجان On le prendrait bien ou à Maradona, non. Avec la crise, on le prendrait bien en Algérie, Maradona, mieux qu'Imara. Jazz, Nakhb, Argentini. Je ne sais pas pourquoi on pense à un autre entraîneur. راح كي الله فيك راه الى طوبي فلوب كنا تكلمنا عليها نروحوا الى نقدر نقول لك لو فلوب سي الحكم تاع كولومبي انجلتير نظن انه لما نشوفوا حكم بهذا المستوى سيتو لي ديسيزيون اللي خداهم لي ديسيزيون كانوا كاع كونتر ليكيب كولومبيان اللي خرجهم من اللقاء حتى انا جو سوا هنا لو ميريت يغوفيان اللاعبين الكولومبيين اللي عادوا في اللقاء لكن نظن انه يدخل توب العام توب عام لو توب تاع لي 8ام هدايا نظن انا ليا هو عوده نيمار نعم هذا مكان روحوا الى مونديال الصحف بعد الجينجل واكرام كفيف جهز في نفسها إكرام تفضلي شكرا كريم كملتوا خلاص باش نبدا مشاهدينا مرحبا بكم مرة أخرى وجولتنا عبر الصحف اليوم نبدأها بصحيفة أونز مونديال الفرنسية اللي تكلمت هي كذلك عن التهديدات اللي تلقاها لاعبين الكولومبيين وكتبت كولومبي دي جوور مناسي باغ لوغ سبورتور بعد تضييعهم لضربات الجزاء اللي شفناها البارح أمام المنتخب الإنجليزي صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية كتبت ييري نو باستا أي ييري لن يتوقف بعد ثلاثية ياريمينا اللي شفناها في هذا المونديال حتى الان عنده ثلاثه اهداف بالراسيه فوالا يقول لك انه اللاعب مستواه ظهر في هذا المونديال لو كو ما عندوش لا شانس بزاف في البارسا نعم موقع سكاي نيوز العربيه نشر خبر اللي يقول فيه مارادونا سرقه ضخمه في مباراه انجلترا وكولومبيا مارادونا هنا رجع اللوم على الحكم حكم الامس بين انجلترا وكولومبيا وقال انه من ضربه الجزاء اللي مدها الهاري كاين كانت خاطئه باسكو كان جوست افون كان هناك خطا اكزاكتومون فوالا ولكن ذكرنا باليد الشهيره تاع الانجليز في 86 الحكم كانت في الصوره كانت تظهر حتى العنوان كان مرفوق بصوره لا هاي الصوره شوف الصوره مع العنوان رفع الصوره مع العنوان لما تتكلم على التحكيم شوف انت واش لانه هذه دراسه سيمولوجيه انا في هذه الصوره والانجليز كانوا عندك عندهم دي بروبوشيو راسيست على جال الحكم علي بن ناصر اللي كان ادار تلك المباراة وطالبوا أنهم يعني ما يجيبوش حكام فارقة لإدارة ما يسمى بالمباريات الكبيرة. Mais contrairement à la main de Dieu de Maradona, il l'a prouvé quelques minutes après. Qu'il s'est marqué sans la main et qu'il avait marqué. Un des plus beaux buts de l'histoire. Il a recommencé cette fois-ci avec les slalom, pieds. Le slalom. Et il leur a dit avec la main ou avec les pieds, je peux marquer toutes les Je suis allé à la maison de la FIFA.
تشارك في كأس العالم يدي 8 مليون دولار. الجيري دي 3 مليون دولار لبوك في المشاركة تاعها حتى الويتيام دي فينال. فوالا. وكل منتخب يلحق للدور الثاني عنده 4 ملايين دولار، الدور ربع نهائي عنده 4 ملايين دولار ثاني إضافية، وبطل العالم يدي 38 مليون دولار، والمركز الثاني 28 مليون دولار، والمركز الثالث 24 مليون دولار. على بالي الوقت برك اون غوماخ يقول لك انه هذا العام زادت 12% على المونديال برازيل 2014. كل شيء يزيد في الدنيا. مشاهدينا نرجعوا للمونديال الواب لكن بعد الجينجل. بعد الفاصل نقول فاصل اعلاني. مع العرض بيكس ميال لموبيليس استفيدوا من مكالمات غير محدودة نحو موبيليس وبزيادة 10 دقائق مهدات نحو كل الشبكات. عرض صالح 24 ساعة. بيكس هو العرض اللي يولمكم. موبيليس أينما كنتم. محمد ولدي زيك هدية الكاسك كما فرحتني غدو ان شاء الله غادي نديك نفرحك. كما نداري ولي نزوجكم بعد تساني يا ضرا لوطو ولا الزواج صابوي كو خلاونا مياد في نعمرو ليسونس يا ودي راه فيها البلان صلاح الوهرس يا ودي هذا البلان يدينا الوهرون ويجيبنا حتى للجزائر عمر خطره وما تعاودش هيا قلع الوهر قلع سبحان الله سبحان الخضره جايه نجو كانوا كيكونوا مخصوصين نجو عندك ان شاء الله يونداي اكسنت اربي عمرها خضره وما تعاودش سيما موتورز ديستريبيتور اكسكلوزيف دو يونداي و دو لوزين تي ام سي ان الجيري شم روحك قلت لك غاليه عليك هذيك بكري هذيك على بالك اللوطو خشينه وعاديه وهمه والصومه معقوله عندك الصح مازالني صغير على الزوج طلع يونداي كريتا معها Sima Motors, distributeur exclusif de Hyundai et de l'usine TMC en Algérie. عروض سيما موتورز متواصلة طيلة فصل الصيف. لا هيونداي غراند اي 10 بوات مانيوال توت اوبسيون راهي بمليون و488 الف و800 دينار. مع تسليم فوري في حدود الكمية المتوفرة. هذاك بلي دخلت لي في المنام نمت واحد المنام واعر هو دراني تحت وفطر يكمل لي المنام تاعك هيا صح اي وفطر انا صاحبي تحشم فيا ولا كيفاه يا بويا هي ولا لا هي هي اللي كنت نوم فيها شوف ولدي ما هو ذا يطرط الحلم يتحقق بويا الموتو سبور ماشي دا سبور مع ايترون العقلية تبدلت يس قلع يونداي ايترون سبور العقلية تبدلت سي
Sima Motors, distributeur exclusif de Hyundai et de l'usine TMC en Algérie. Tarfidat Sima Motors, متواصلة طيلة فصل الصيف. طيلة فصل الصيف. La Hyundai Santa Fe راهي ب 5 ملايين و 187 ألف دينار. 5 ملايين و 187 ألف دينار. ما تضيعوش الوقت فالكمية محدودة. سيما موتورز الموزع الحصري لهيونداي ومصنع تي ام سي في الجزائر. مع العرض بيكس 500 لموبيليس استفيدوا من مكالمات غير محدودة نحو موبيليس 500 دينار نحو كل الشبكات و500 ميجا انترنت. عرض صالح 7 ايام. بيكس هو العرض اللي يولمكم. موبيليس اينما كنتم. مشاهدينا الجزء الثالث والأخير من برنامج الهضرة مونديال على المباشر دائما إكرام كفي في وصلي مونديال الويب. مشاهدينا جولتنا عبر الويب نبدأها بصورة لثلاثية البي اس جي كافاني نايمار ومبابي واللي علقوا عليها مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم نهائي من مونديال روسيا 2018 يأتيكم برعاية البي اس جي. الصورة الصورة وكانوا لوم دو ماتش في شاك الصورة الثانية من مدرجات مباراة انجلترا وكولومبيا واللي كان فيها مناصر انجليزي حامل للافتة مكتوب فيها كين سكور الجول اي هاري سجل هدف وبعدها هاري كين يسجل ضربة جزاء لصالح انجلترا. شاف هاري كين هذه شاف مم ابخي البيوت. الصورة الثالثة نشوفوا أنه سخرية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تتواصل على قصة سقوط نيمار في المونديال. حتى يتصور. الصورة الأخيرة وهي صورة طريفة بيان سور كيما عودناكم ونرجعوا لذكريات رسوم المتحركة اليابانية الشهيرة كابتن ماجد واللي نشوفه كأنه مشجع ياباني يقول سأخبر كابتن ماجد بكل شيء بعد الانهزام أمام المنتخب البلجيكي. هذه رفدوا لا سأخبر الله بكل شيء في لا لا juste pour rendre hommage à Honda le joueur japonais qui a pris sa retraite juste après la défaite face à la Belgique. هذه كانت اخر صوره اليك الخط اليك الخط اليك الكره. شكرا لكرام على كل هذه المعطيات والمعلومات. نروحوا الان الى مباريات دور ربع النهائي. وصلنا الى بيت القصيد. ثمانيه فرق ستتنافس على اللقب الغالي للمرور على الاقل المربع الذهبي ثم لنهائي الحلم هنالك في موسكو. اذا قراءه في هذا الموضوع لكرام كفيف اللي معنا في الاستوديو. ختام مباريات الدورة الثمنهائي من منافسات كأس العالم بروسيا ستكون مواجهات ربع نهائي واعدة يومي الجمعة والسبت المقبلين حيث حجز المنتخب الإنجليزي بطاقة التأهل من المسابقة بفوزه على كولومبيا ليواجه منتخب الأسود الثلاث نظيره السويدي طامحا في تحقيق اللقب الثاني في تاريخه بعد الذي حققه في عام 1966 في حين يصطدم منتخب الأوروغواي الذي تحصل على اللقب العالمي مرتين عام 1930 وعام 1950 بالمنتخب الفرنسي الذي يعتبر من بين الفرق الأوروبية الأربعة التي شاركت في أول نهائيات لكأس العالم عام 1930 فيما يبحث منتخب السامبا المشارك في كل نسخ المونديال والأكثر فوزا باللقب العالمي عن إزاحة من طريقهم المنتخب البلجيكي الذي يشارك للمرة الثالثة عشر في تاريخه من جهته صاحب الأرض والضيافة المنتخب الروسي الذي لم يستطع الوصول إلى هذا الدور منذ عام 1994 يبحث هو الآخر عن مواصلة تألقه في البطولة عند مواجهته المنتخب الكرواتي الذي شارك في كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في عام 1998 على أن يلعب النهائي في 15 من جويلية الجاري على ملعب لوغينكي بموسكو. إذن مشاهدينا يوم الجمعة 6 جويلية ستجرى مباريات. نبدأ مباشرة مع نصر بويش أوروغواي فرنسا. كيف تتوقع هذه المقابلة يا نصر؟ بدون كافاني نظن أنه المهمة ربما تصعب شوية حتى ولو نشوف أنه طباريز عنده البديل لكن ماشي من قيمة كافاني لكن لو سيستم دو جو
le schéma tactique تاع والاندفاع ولا لونفي هذيك ليسبري ان بو اوروغوايان راح يصعب المهمه على المنتخب الفرنسي. نظن سافات ماتش تري سيري. نعم، اذا مباراه المواليه نروحوا الى رفيق وحيد، البرازيل بلجيكا، كيف تتوقع انه تكون هذه المقابله خاصه انه هذه هي لافيش تاع يعني الكاردو فينال، الكل ينتظر كيف ستكون هذه المواجهه. تكلمنا على البرازيل قلنا ان ليكيب كي مونطون بويسونس يعني في البدايه يعني قبل ما يبدا المونديال كنا نشوفوا عده منتخبات مصنفه كبيره قادره ان توصل للنهائي بدرجه اقل، قلنا ربما البرازيل حتصيب صعوبات، لكن بخروج اغلب هذه المنتخبات وما يقدمه المنتخب البرازيلي ونجمه نيمار في المباريات هذه الاخيره خاصه في ثم النهائي اكيد انه المنتخب البرازيلي مرشح للذهاب الى نصف النهائي وفي 90 دقيقه. نعم، المقابلة الموالية حتى نغتنم ونخليو الكويز البارح ما درناش، السويد وإنجلترا روسيا كرواتيا ستجريان يوم السبت 7 جويلية 2018، وهذا المخرج بيدرو راه يقول لنا في الترتيب والتوقيت. رفيق قول رياض رئيس تحرير إذن كيف ترى سي بيدرو بريسي tu m'as laissé les pires matchs les pires quarts de finale j'allais te dire le Brésil je le vois en finale donc je vois la Belgique sortir l'Uruguay même sans Cavani si Griezmann et Mbappé sont en forme c'est la France qui passe. Si Griezmann n'est pas en forme l'Uruguay va passer ce tour. Et puis Suède Angleterre je dirais Suède quand même. Suède, oui. Moi je dirais Suède et non. Puis bon, c'est bon pour Poutine, hein, je pense qu'il est déjà content. La Russie s'arrête là. Et c'est la Croatie. Vous comptez une surprise à cette rencontre. Oui, la Russie et Croatie. Impossible. Alors, ils ont mis impossible, on prend les paris. Et on prend les paris ce soir. Non, non, ils ont mis le but, ils ont mis le terrain. Non, non, non. Il y a un peu de temps. أهل الفريق الروسي أنه أنت تلعب مع الفريق الروسي. لا سمع شغول لنا حاكم لعب بطناش. لا لا يا بطناش لا من ضرش مع الفريق الكرواتي من ضرش يربحهم عندي 10 سنين من أبشبان والله. منتخب البلد المنظم قلنا فاز يعني 6 خطرات بالدورة قلناهم تتوقع حتى ووصلوا بفلا في ناس تتوقع أنه تكون يعني يعطينا كأس العالم بطل جديد. نعم اسم جديد. نعم صعب. لا صعب. نعم. البرازيل هي المرشحة. نعم. ولا الأوروغواي يعني هذا واضح. je vais dire واضح. si l'Uruguay passe et si Cavani revient je mets une pièce sur l'Uruguay. نعم إذا هاي النتيجة كرواسي 2 روسيا 1 كرواسي 2 روسيا 1. نعم كاميرا هدي... كاميرا 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 عطي الكاميرا تاعك خلاص كان هذا تكهن نصر بويش بخصوص هذه المقابلة. مشاهدينا بقات لنا 4 دقائق وكنخلوها لكويز المونديال بعد الجينجل. إذن البارح رفيق وحيد كان أجاب على السؤال بيدرو راح يقول لي أعطي له نقطة بصح أنا ما نعطيلوش بتقنية الفار ونروحوا نقول لك بلي لا فا باسي لا بوليفي قلت ما سجل حتى هدف ماشي لا بوليفي. نعم. لا بوليفي عندهم 3 مشاركات في الطرونت في السيكونت وسجلوا في ال 94 مشكور إيروين سانشيز ضد إسبانيا. موش دون توجور إزار رفيق وحيد يدير الخطأ وارد على كل حال. سجل إيروين سانشيز ضد إسبانيا خسر 3-1 معناش الوقت تفضل راح. ما هو أكثر فريق وصل إلى المباراة نهائي لكأس العالم؟ ألمانيا. لا لازم تعبز. لا تعبز وما صونت. لا 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 أدير في الثامن عنده ولا لا 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 بكم مشاركة؟ اللي يعطيني كم مشاركة نعطي له الفريق الألماني 14 مشاركة. لا 14 في النهائي. في النهائي. كم مرة وصل النهائي المنتخب الألماني؟ سي فوا. خطأ. 7. نعم 7 واحد لواحد للفريقين. إذن ما هو الاسم الذي يطلق على الكرة المستخدمة في نهائيات كأس العالم بروسيا 2018؟ لا قمر صناعي خلاص سبوتنيك لا تونغو لا تيلستار نعم تيلستار 18 إذن 2 مقابل عنده ذاكرة. روحوا إلى
سؤال ربما بياج، كم من مرة توج المنتخب الهولندي بكأس العالم؟ صفر صفر صفر. نعم اثنين مقابل اثنين. هذه الساعة هي لعبة الكراسي الموسيقية بيناتكم. روحوا إلى اللاعب الأكبر سنا وسجل في المونديال. روجيميلا. نعم صحيح نسبقوا فيك روجيميلا. روجيميلا لا 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 تمشي عودي عودي هاي تمشي في الحكرة. يزيد أعطيها صوت الخطأ. أعطيها معليش معليش أعطيها صوت الخطأ. فازي روح صوت الخطأ عليكم روحوا. عندنا جو كين. من هو اللاعب الذي سجل أسرع هدف في المونديال؟ لاعب لاعب تركي. لاعب تركي سوكر. نعم سوكر. نعم لا لا مش دابور سوكر لاعب تركي. تركي هكان شوكر. هكان شوكر. هكان شوكر. هكان شوكر. هكان شوكر مش دابور سوكر. لا معليش معليش وخل تركي أنا نسمح له فادي. عندك أربعة مقابل اثنين. عندنا الآن من هو الحارس العربي الذي سجل في مرماه 25 هدف كامل في كأس العالم؟ في كأس العالم نعم. هذا رفد حارس عربي. اه كاس كاس كات باشي ما عمره في الدنيا. ولا ولا لا لا اعطيني الجنسيه على الاقل. عربي سعودي. سعودي نعم عربي سعودي. وتعطيني نعم نعم اليوم رفيق واحد راح حضر الدروس رفد كل شيء. معليش معليش سي كوم سا نص نصف الاهداف. كم اوليا كم هذا خاطئ راني راني تتعلمني انا سؤال اخير. سؤال اخير سؤال اخير شي باليكونيك. لا 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 اسمع سؤال اخير بست نقاط. ست نقاط هكذا. من هو اللاعب الذي توج بكأس العالم مرتين وكمدرب مرة واحدة؟ بيكام بوير. لا زاغالو. نعم ماريو زاغالو. ماريو زاغالو. إذن عندنا 11 نقطة. لا لا 10 نقاط. 10 نقاط لا لا 10 مقابل 2 اكتساح كامل. والحكم ينهي المقابلة. المدرب الذي فاز بكأس العالم مرتين كلاعب ومرة كمدرب ماريو زاغالو. مشاهدينا مشاهدينا رياض نختم هذا البرنامج باكتساح فاد كبير للمنتخب رفيق وحيد على حساب زاغالو. نعم نختم مشاهدينا خلاص. رفيق شكرا لك. رفيق شكرا رياض. شكرا ناصر. شكرا اكرم. شكرا ايضا اكرام. مشاهدينا نلتقي غدا باذن الله. غدا ما نتقاش انه عيد الشباب وايضا الاستقلال ونعم يعني عيد سعيد لكل الجزائريين. نلتقي بعد غدا في الدوره ربع النهائي. مشاهدينا شكرا على طيب الاصغاء والمتابعه. السلام عليكم. ألف لموبيليس استفيدوا من مكالمات غير محدودة نحو موبيليس وألف دينار نحو كل الشبكات وبزيادة 1.5 جيجا انترنت. عرض صالح 30 يوم. بيكس هو العرض اللي يولمكم. موبيليس أينما كنتم. هذا برنامج برعاية سيما موتورز.